السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده بنستكمل بنكمل فيديو جديد في السلسله بتاعت الهدوب، وبنكمل حلقه جديده في سلسله اللابس اللي احنا بداناها من 3 حلقات تقريبا. تمام. المره اللي فاتت اتكلمنا عن اول مثال خالص، احنا اتكلمنا عن الورد كاونت اكزامبل وشرحنا سيمبل ما بروديوس. بعد كده قلنا تعالوا نصعب الدنيا سنة، تعالوا نشوف نشرح حاجة دي اسمها كومباينر، ونشرح الكومباينر ده وظيفته ايه واحنا بنستخدمه في ايه. تمام. بعد كده بعد ما خلصنا الكومباينر دخلنا هناخد زي ما نقول ايه ابليكيشن تاني او اكزامبل تاني على ما بروديوس، ونشوف ازاي نحل البروبلم دي باستخدام ما بروديوس. احنا هنفضل يعني نحسن او نعلي شوية في اللابس، ونعلي مستوى اللابس شوية عشان نقدر نحاول نخلي فهم اوسع واشمل للماب ريديوس بروبلم. النهارده هنتكلم عن بروبلم اسمها الانفيرتد اندكس. الانفيرتد اندكس بروبلم هي مشهوره جدا وليها استخدامات كتير جدا هنتكلم عليها النهارده. بس قبل ما ابدا اخش، انا مش عامل برزنتيشن، انا عامل زي ما يعني فكرنا دي كنا وسيله افضل قبل ما اخش على الكود، ان انا احط زي ريدمي بشرح ايه التفاصيل اللي هنعمله وبعد كده نخش في الكود. لو جينا بصينا هنا، ده الجراج اديوكيشن، ده اللي هو الريبو بتاعنا، وده بروجكت اسمه هدوب ماب ريديوس. جوه الهدوب ماب ريديوس ده في ماب ريديوس لاب 3 انفيرتد اندكس. خليكم ركزوا على الاسم، ممكن الارقام دي تتغير بعدين، بس خلينا نركز على البروجكت اللي هو الانفيرتد اندكس. جوه الكود وجوه الريدمي الداتا هنشوفها موجوده في موجوده في path برا الماب ريديوس. اوكي. طيب الجول بتاع اللاب ده ان احنا نعمل جافا بروجكت بي امبلمنت الماب الانفيرتد اندكس. احنا لسه ما نعرفش ايه هو الانفيرتد اندكس. اوكي. طيب في الانفيرتد اندكس لو جينا شرحنا ده ديفينيشن انا جايبه من ويكيبيديا، مش يعني مش انا كاتبه من دماغي. يعني هو بيقول ايه؟ In computer science an inverted index هو is database index storing a mapping from content such as word or numbers to its location in the table. Okay. Or document. طيب قبل ما نخش، انا بحبش اقعدك اشرح الكلام مكتوب، سكت عن اشرح ايه اللي يقصده. تخيل ان حضرتك عندك فايل، الفايل ده انت الفايل ده مثلا فيه شوية تكست، وانا عايز اعرف كل يعني عايز اخد الكلمة دي واعرف هي اتذكرت في لاين كام في الفايل ده. طب ايه الفكره ان انا اعمل كده؟ اكيد مش الفكره في وان فايل. طب افرض انا عايز عندي مجموعه دوكيومنتس وعايز مثلا ابحث في الدوكيومنتس دي، فازاي هعمل حاجه زي كده؟ تعال نفكر سوا. ممكن احد الافكار ان انا اعمل زي ما تخيل اعمل زي كي فاليو اندكس، يعني ستور داتا ستراكشر، احط فيه الكلمه والدوكيومنتس اتذكرت فيها، وكل دوكيومنت احط هي اتذكرت كم مره في الدوكيومنت. فانت لو بتقول مثلا بخش انا ببني سيرش انجن، تعال تخيل ان هو سمبل ستوبيد سيرش انجن، انا ببني سيرش انجن. السيرش انجن ده انا عايز ابحث على هدوب، هيشوف مثلا الدوكيمنت اللي اتذكر فيها كلمه هدوب اكتر حاجه ويحطها لي اول دوكيمنت، بعد كده الثانيه، بعد كده الثالثه، بعد كده الرابعه. حلو كده. طيب انا شايف مش هشرح التكست مكتوب، هنخش على الابلكيشن على طول، او يعني على الاكزامبل على طول. اقروا التكست ده، نحطه از ديسكريبشن ليكو. بس عشان نكون صراحه، الانفيرت اندكس مش هدفه السيرش انجن او انت تسيرش في دوكيومنتس بس، لا ده ليه ابلكيشن كتير. ولو حد يكون مهتم يا ريت يكتب لنا في الكومنتس على الفيديو ده ايه افكار، او هو لو عمل افكار امبلمنتيشن للانفيرتد اندكس في ابلكيشن موجوده. احنا النهارده هنتكلم على اكزامبل واحد بس، الانفيرت اندكس ده من يعني في الفيلد بتاع الانفورميشن ريتريفل، موجود لي اكتر من ابلكيشن، بس احنا اخدنا الاكزامبل ده. الكود ده الاكزامبل ده هو قديم، انا لقيته على بلوج ده، بلوج دي، بلوج بوست دي، لينك بتاعها هنا. فانا اخدت الكود والاكزامبل، ادابتد بس شويه حاجات وعملته از الفيديو ده، يعني بشرح من كود مش انا اللي كاتبه، بس انا بشرح الاكزامبل، يعني مش هدف، يعني مش بانسب الكود ده لنفسي يعني. وعشان كده انا رفعت لي هنا اهوت. ماشي. طيب تخيل ان انا عندي فايل 1، فايل تكست بي جواه لاين نمبر 1 اند وجواه اللاين ده، لاين نمبر 2 جواه التكست ده، لاين نمبر 3 جواه التكست ده. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز
as a final output اقول كلمة the مثلا ويقول لي الفايل اللي اتذكرت فيه وكل فايل اتذكرت فيه كام. يعني هل مثلا هنا في كلمة the فعندي هنا the موجودة هنا وthe موجودة هنا as يعني as a two examples. اوكي نفس الكلام today مثلا، يعني هنا today موجودة وtoday موجودة وtoday موجودة وtoday موجودة. فهيقول لي مثلا today comma file 1 colon 3 as near ذكرت 3 مرات، بعد كده comma or semicolon whatever ال separator و file 2 ذكرت مرة. طيب فلو الانبوت ده موجود هيطلع لي ايه؟ هيبقى عندنا 3 stages. اول stage هي الانبوت للماب، الماب هيدخل لها الانبوت فايل اللي هو اللاين نمبر والتكست. هنطلع ايه بقى من الماب از انيشال؟ هنطلع وورد الوورد والفايل اللي اتذكرت فيه ونمبر 1 وورد فريكوانسي، نقول ان الكلمه ذكرت رقم واحد. حلو، تعال ناخد اكزامبل هنا، ان لو مثلا اكزامبل ده فهناخد كلمه ذا هنا موجوده the at file 1 number 1 today at file 1 هكذا. تمام. طيب الستيب اللي بعد كده هي احنا كنا على الكومباينر المره اللي فاتت، فما ذكرنا الكومباينر ما كناش عاملين فيديو فراغا ان احنا ان الكومباينر بس وظيفته ان هو يحسن البرفورمانس. لا، الكومباينر وظيفته احيانا فعلا بيبقى جزء من البروبلم. حد ممكن يقول لي طب هل انا ينفع اعمل اشيل الكومباينر في سولوشن واحط اتنين ريديوسر لو انا مش هستخدم الكومباينر از انترميديت ستيب للتجميع؟ هو فعلا كومباينر لو شفت الكود بتاعه هو بيكستند الريديوسر، بس انت لو انت عايز تعمل تو ريديوسر هناخد اكزامبل بالكلام ده قدام ان ازاي ممكن نعمل مالتي ستيب ماب ريديوس، بس احنا النهارده بنستخدمه از ا كومباينر الكلاس ده. اوكي طيب لما نيجي نشوف هنا احنا هنستخدم كومباينر، الكومباينر هيدخل له ايه؟ هيدخل له ذا ات فايل 1 واتذكرت مره، توداي ات فايل 1 واتذكرت 3 تايمز، وذا ات فايل 2 1 وتوداي ات فايل 2 1. الاوتبوت هيبقى ايه؟ هيبقى بالشكل ده ذا 1 ذا ات فايل 1 1 وذا وتوداي ات فايل 1 و 3 ذا ات فايل 2 1 توداي ات فايل 2 1. طيب ايه بقى اخر ستيب؟ اخر ستيب منطقيه ان انا هروح واخد ال 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 اللي هو الانبوت ده اللي هو ذا وهحط وسبليت ده، هاخد ذا وهحط بقى فايل 1 والكاونت بتاعها فايل 1 ومثلا فايل 2 والكاونت بتاعها. في الكود احنا حاطين سيمي كولون مش كوما عشان بس تبقى اوضح، ما حبيناش نحط كوما، فتعديل بسيط. تمام، فيطلع لي او بالشكل ده. حلو كده. طيب نخش في الكود، الكود مش صعب. وهنقول هو وضعه عامل ازاي. طيب في الاول لما تشوف الكود على جيت هاب هتلاقي ان في بايا خالص في انبوت داتا جواها انفيرتد اندكس ليها انبوت فايل جواها السامبل تكست دي. اوكي في داتا زياده هنا موجوده في الفايلز بس مش فارقه معانا حاجه. اوكي طيب البروجكت هنا في الانفيرتد اندكس متقسم ل اربع كلاسز. حلو، جالي سؤالين المره اللي فاتت في الكود وحد قال لي ان ليه حطينا كل الماب وريديوس والماب وريديوس والدرايفر اللي هو المين كلاس برضه في 1 في 1 كلاس، ليه ما حطيناهمش في يعني الماب في كلاس والريديوسر في كلاس والدرايفر في كلاس؟ وردي على السؤال ده كلام منطقي وفعلا ما فيش منطقي احط كله في 1 كلاس. وانا الكلام اللي حد لو حد فكر ليه مش عاملين كده فانت كلامك صح وفكرتك صح وده افضل انسب للكود. وانا ما وعدتش حد اليوم بكتب كود ان كان اكزامبل بسيط، واحنا الكود اللي بنكتبه هنا ده مش برودكشن ريدي كود، والنقطه دي بنتاكد عليها. مفيش كود بنكتبه في الديمو الصغيره دي برودكشن ريدي كود. يمكن الكود لو احنا بنكتب كود بنطلع برودكشن او ممكن يطلع برودكشن مثلا زي اللي عملناه في سبارك اي تي ال، ده ممكن يطلع برودكشن مع شويه تعديلات هيتظبط، لكن ده احنا بنعمله سيمبل. تعديل تاني برضه كان حد قال طب ما انتوا ليه في بعض الحاجات في الجافا از سينتاكس، حد قال لي المفروض تعدل منها مثلا فاينل، مثلا حد قال لي المفروض تحط فاينل لو انت استخدمت فاريبل. المره اللي فاتت حد قال لي يعني ليه ما مش حاطط فاينل، هل لو شلت فاينل هيضرب؟ لا مش هيضرب، بس انت ليه مش حاطط فاينل؟ فانا حطيتها يعني انا بصراحه مش بنكتب بيست جافا كود، انا اصلا مش جافا ديفلوبر، بس وده مش مبرر ان انا اكتب كود وحش، بس اقصد ان في بعض الحاجات ممكن نتغاضى عليها از الاب بيربوس. يعني احنا مش بنطلع كود برودكشن، مفيش حد اصلا بيكتب ماب ريديوس دلوقتي، هنشرح الكونسبت بتاعها ماشي، فممكن نتغاضى على الحته دي ونركز على اللوجيك شويه. اوكي
وان كان الكلام اللي انتوا قلتوه صحيح 100% وده خطأ من عندنا يعني، مش يعني الناس اللي جافا ديفيلوبر بيستغربوا ليه عملنا حاجه زي كده، فانتوا صح، احنا مش مركزين على البيست كود، حتى احنا مش بنكتب يونت تيست للكود، احنا بنتست الكود بنشوف الاوتبوت which is مش افضل حاجه يعني، بس احنا بنتست حاجه مع بعض. طيب نبدا هنا، عندنا مابر كومباينر ريديوسر درايفر. نبدا بالمابر. طيب في المابر احنا نفس الكود المره اللي فاتت، في اختلاف بسيط جدا. اول حاجه انا عايز اخد الفايل نيم، انا بيخش لي من الكونتكست، الكونتكست ده بيبعت لي سبليت يعني فايل سبليتس، ممكن الفايل واحد يخش في مالتي سبليت. لو عايزين تشوفوا شكل السبليت عامل ازاي، تعالوا نبص عليها بصتها، مثلا نحط بريك بوينت هنا وتعالوا نعمل ستوب هنا عشان عايز اوريكم حاجه. طيب الانبوت سبليت بتبقى عامله ازاي، عايزكم شكلها، بيبقى الفايل ومحطوط فيها جزء من السبليت بتاعها، فممكن ما تبقاش فول يعني، احيانا الفايل بيخش سبليتس حتى لو الفايل صغير هو بيخش سبليتس للماب، عشان كده احنا يعني اللي داخل لك للماب كونتكست بيبعت سبليتس، واحنا قلنا ان الفايل سبليتس دي تبقى انبوت للماب بيزد على شويه كونفيجريشن، بس اقصد ان هي في الاخر بيخش لك انبوت سبليتس للفايل، مش الفايل از ا وان يونت، ممكن يبقى الفايل كله داخل في السبليتس دي، في السبليت دي، بس احنا في الاخر بفهمكم يعني ايه كلمه سبليت هنا. ماشي طيب نرجع هنا. طيب فاحنا هنا بما ان عندنا سبليت فانا عايز اجيب الفايل نيم، فانا من الكونتكست هنا انا عملت اف هاكس من فايل سبليت، ماشي هدوب فايل هدوب فايل سبليت، فانا اخدت الكونتكست وجبت الانبوت سبليت، ومن الانبوت سبليت في الحته دي لو جينا شفنا هنا جبت جيت باث جيت نيم اوف فايل، عملت سبليت عشان على الدوت عشان اجيب ال يعني فايل مثلا فايل ني فايل 1 دوت تكست دوت اي حاجة، فانا اخدت فايل 1 بس مش عايز دوت تكست والكلام ده، شلت الاكستنشن. طب سؤال منطقي، هل دي افضل طريقة دوت سبليت واجيب اول حاجة لان انا اجيب الاكستنشن بتاع الفايل؟ لا، في طريقة افضل انك انت تجيب الفايل بيز وفي لايبرز جاهزة، بس انا استخدمت الطريقة دي as a first example. حلو طيب انا داخل لي تكست لاين، ماشي تكست لاين، فانا هعمل استخدمت ستينج توكنايزر عشان اسبليت التكست، ممكن برضه نقول دوت سبليت على اللي هو دبل سلاش وورد بلس او اي سبليت اي الجوريزم او اي ريجكس عشان سبليت اللاين انتو ووردز ونلوب عليهم يعني، مش دي الكونتكست بتاعتنا برضه، بس انا استخدمت دي. برضه اكزام حد سالني سؤال المره اللي فاتت، قال لي انت ليه قال لي يعني كلمه ذا دوت ممكن مثلا يبقى سوري مش كلمه ذا، مثلا افترض ان جالي كلمه وجت في اخر السطر فتلزق فيها دوت فبقت وان وورد، فقال لي ما تشيل الدوت عشان يبقى الكلمه يعني توداي مثلا اتحطت دوت في الاخر هتبقى غير توداي من غير دوت، فقال لي ان الافضل ان احنا نشيل اي حاجه اي like special character ونعملها lower عشان يبقى today مثلا capital زي small، بس انا حطيتها هنا بس هي يعني مش context انا برضو يعني مش ده الهدف اللي احنا يعني بنفكر فيه يعني، انا عايز بس نركز على الحتة المهمة. في برضو حد قال لي ما تتشيك ان الword empty ولا لا ما تحطهاش، دي برضو من حاجات الانهانسمنت عايزين نعملها، بس احنا دلوقتي يعني بنتغاضى عن الحاجات دي عشان احنا بنركز على الالجوريزم نفسه، مش بنركز على ازاي best way implement الالجوريزم يعني او الهاندلنج بتاع الكود يعني. طيب فاحنا دلوقتي اخدنا الفايل نيم، عملنا لما جبناه من السبليت دوت جيت باس دوت جيت نيم وعملنا سبليت على الدوت وجبنا اول بارت من الدوت، ماشي بعد كده ال هنكون كاتنيتهم بقى مع بعض، هنقول ايه، انا عملت فاريبل فوق اسمه وورد ات فايل نيم كي، ده كي ده هيبقى ايه، هيبقى التوكن دوت نيكست توكن ات الفايل نيم، وعملت وان سترينج ستاتيك اسمه وان سترينج، المفروض هو ستاتيك يعني يعني المفروض يعني الناس اللي هي بتاع التكست كود يقول لك لا طب هو static variable خليه one string مثلا حاجه زي كده، ده احسن ما يبقى خلي مثلا one underscore string، ده احسن مثلا كلمه convention من انت لما بما انه static variable يعني، بس يعني مش دي نقطه صح وهي مش غلط، بس انا ما عملتهاش يعني، انا بكتب كود دلوقتي. طيب كده احنا طلع لنا ايه، طلع لنا الكلمه at الفايل وي 1. طب الكومباينر بقى هيعمل ايه، نخش على الكومباينر كود. كومباينر كود هيعمل ايه، اول حاجه كومباينر هيصم الفاليوز كلها، يعني مثلا هو جاي له ذا at فايل 1 1 1 1 زي ما شرحناها في الاكزامبل هنا، تعالوا نطلع هنا عشان نفتكر، هنا مثلا هو جاي له مثلا today at file 1 و 3 1، هو هيصم التلاته دول يخليهم
3. فدي اول دي الخطوه اللي بيعملها هنا، هو هيلوب على الفاليوز ويسم ويسم. طبعا الفاليو جاي له تكست، فاحنا حولناها انت انتجر وعملناها بارس. طيب بعد كده احنا عايزين سبليت بقى، عايز سبليت عند الات واجيب الوورد اللي قبلها الاز الوورد نيم او الوورد نفسها واللي بعدها از الفايل نيم. فعملت كي دوت سترينج وعملنا له اندكس اد، ده كده بقى عندي الاندكس. ممكن نعمل سبليت على ده ونجيب 0 1 يعني، ممكن اقول دوت سبليت بدل اندكس اوف، هي هياها ماشي. على حسب يعني، يعني مش بقول دي غلط او دي صح ماشي. وبعد كده هنعمل ايه؟ هناخد ال الانبوت سبليت اللي هو السبليت اندكس اللي هو الفايل يعني اللي هو ما بعد السبليت اندكس، ونحط السم. فمثلا لو عندي ذا هتبقى كولون 3 اوكي. ده كده بقى ايه؟ ده كده بقى الفاليو بتاعي. طب والكي؟ الكي هتبقى الوورد اللي هي لو اللي هي الكي دوت سترينج، وعملنا السب سترينج من 0 لغايه السبليت اندكس. يعني انا مش بشرح جافا يعني، هي حاجه بدائيه. تخيل انا عندي مثلا ذا ات فايل ماشي، تخيل ان هي دي الكلمه، فهو الاندكس مثلا الاندكس هنا الاندكس بيت هنا يبقى 0 1 2 هيبقى 3 مثلا حلو. فهيبقى 3. فهنا هو هياخد ال هياخد من اول 0 لغايه قبل ال 3 اللي هو 2، فهياخد دي كده از الوورد تمام. هي سهله جدا، فمش محتاج انك انت يعني ممكن لو بتكتب مثلا لغه تانية تلاقيها حاجه مختلفه بس هي نفس السنتكس يعني. حلو، فكده حطينا الكي اللي هي الكلمه والفايل كولون السم بتاع الفريكوانسي. طيب ناقص لنا ايه؟ الريديوسر. الريديوسر بقى هيعمل ايه؟ الريديوسر سيمبل، هياخد الوورد اللي هو الوورد والفاليوز هيكون كاتنتهم مع بعض. احنا عملنا ابند يعني كنت كاتنتنا الفاليوز بسيمي كولون مش بكوما. يعني في الاكزامبل هنا هتلاقوا ان انا قلت في الاخر هنا كوما فايل، يعني فايل 1 1 وفايل 2 1 وبينهم كوما، لا هي سيمي كولون. وهنشوف مع بعض الاوتبوت دلوقتي اوكي. طيب وبعد كده قلنا له ايه؟ حط الكي والايه والفاليوز. طيب نروح بقى على الدرايفر، دي اخر حاجه. طيب نفس الكلام، احنا بنحط الكي الدرايفر كلاس انبوت داير اوتبوت دايركتوري ماشي. بعد كده رقمنا الانبوت والاوتبوت. برضه حد قال لي المره اللي فاتت ان هو لما رن البروجرام تاني ضرب معاه وقال له ان الاوتبوت اكزيست، فانا عملت الكود ده عشان يديت الاوتبوت لو موجود او الكود موجود يعني يعمل الكلام ده. طيب بعد كده عرفنا كل حاجه، قلنا ادي الدرايفر ادي المابر ادي الكومباينر ادي الريديوسر انبوت تكست اوتبوت تكست ورن البروجرام. تعال رن البروجرام ثانيه واحده، هو الاوتبوت موجود دلوقتي فاضي. تعالوا نرن بقى الاوتبوت نشوف الاوتبوت شكله عامل ازاي. ويضرب ما ضربش، اشتغل على طول من اول مره. طيب تعالوا ناخد مثال مثلا، هو بيقول كات اتذكرت في فايل 1 مره واحده وفايل 2 مره واحده. طب تعالوا نشوف فايل 1 في كات اه، فايل 2 في كات اه مره واحده، فايل 3 ما فيهوش كات اوكي. طيب عايزين نشوف حاجه اتذكرت مرتين، تعال نشوف هدوب. هو بيقول هدوب اتذكر في فايل 2 تلات مرات وفايل 3 تلات مرات وفايل 1 مرتين. طيب فايل 1 مرتين ادي هدوب وادي هدوب. طب فايل 2 قال تقريبا تلات مرات صح، تعال نشوف كده ادي 1 2 3 فود هنا برضه 3 ادي 1 2 3 تمام. يعني هو بروجرام سهل وسيمبل. حد مرة في انترفيو سألني السؤال زي كده بس ما كانش على ماب ريديوس بالظبط. سؤالي ازاي نديزاين حاجة زي فكرة احنا نسيرش على دوكيمنتس او جوه دوكيمنتس ونرتبهم يعني. بس كانت تقريبا حاجة ليها علاقة باللينكس بي ار ال، لو انت عندك مجموعة بلوجز مثلا او ارتكلز وانت عايز تسيرش في الارتكلز دي وعايز الارتكل موجود فيه الكلمه دي اكتر من مره. فتخيلوا ان هي بوب مثال ممكن تعملها اصلا بمنشن باي حاجه، بايثون بسكالا باي حاجه تانية، حتى بسيكو ممكن تعمل بسيكو. بس الفكره انك انت ازاي تبارس الدوكيمنت. لو عندك دوكيمنتس كتيره والكلام ده، عندك مثلا تيرا بايتس اوف دوكيمنتس، تخيل مثلا انت بتبروسس كتب بقى كتير، فالموضوع مش هيبقى سهل قوي. عشان كده ماب ريديوس وسبارك وفلينك والحاجات اللي هي ديستريبيوتد سيستمز بقى كويسه جدا في الحته دي.
احنا خلصنا اللاب كده اهو دلوقتي. اخر حاجة عايزين نقولها في اللاب، انا عايز الناس تبدأ تجرب اللابس دي بايديها وتبدأ تطور فيها شوية. يعني مثلا احنا المرة اللي فاتت ادينا word count example، حلو. طب الword count بيعمل ايه؟ بيجيب السم او الفريكونس بتاعت الword في all documents. جربوا اعملوا الword average مثلا، average as an example. دلوقتي احنا طلعنا مثلا في الاكزامبل النهارده ان احنا الوورد فريكوانسي. طب انا هديكوا زي تاسك كده وهنعملها مع بعض مره بعد كده، المره الجايه او بعد الجايه، لو انا وانا عايز اجيب كل تو ووردز واعرف الفريكوانسي بتاعتهم بير دوكمنت هيبقى شكلها عامل ازاي. فكروا في موضوع هوت ازاي ممكن نعمله ديزاين، وان شاء الله نمبلمنت سوا المره الجايه. واشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.